Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Payé ce prix. Payé ce prix. نحن لسنا إرهابيين، نحن سلميين، ولكننا جذريين. جذريين. في المواقع تنادي للسلمية وتنادي للعمل السياسي وتنادي، ولكن في الواقع هي تنادي للعنف، تنادي على التحريض، على الكراهية، على التفرقة بين الجزائريين. وستظل حركة رشاد كذلك، ستظل كذلك. عدوي هو النظام، ما عنديش عدو آخر. الناس تحوس تعمر الجيب، تحوس تدير الفتنة في البلاد، تقسم البلاد. واجههم وخلي الناس تصوروا، وحط في الفيسبوك وحط في اليوتيوب وحط في تويتر وحط في أي مكان، وارسلوا لنا على مواقعنا سننشر أقصى عدد ممكن. والحراك ككل الذي ساندته ومشيت فيه اخترق من طرف من أطراف أجنبية. ادخلوا معاه، اطبعوها على تريكاوات، على الانتخابات مع العصابات، دولة مدنية، يعني الشعارات. أول مرة سمعت مصطلح المخابرات إرهابية. لما توصلوا افتحوها وصرخوا بصوت عالي. أنا واحد من رشاد قال لي إن شاء الله تحرق الجزائر كاع. قلت له إن شاء الله تحرق أنت. إذا رفعتوا علم وأحرقتوه أو دستوا عليه بالأرجل، هذا مقبول ومعقول في الاحتجاجات. أنت يهمك أن الجزائر هذه تضعف أمام المصالح تاع الناس اللي تخدم عندهم انت في الواجهة الغربية للجزائر. هاد الناس ما يهمهمش الحرية ولا الديمقراطية ولا البلاد باش تروح بعيد، لا، هاد البلاد هاد الناس حبوا يقسموا الجزائر.